راغب اللي ليش ما دبكت بالاحتفال؟ الله وكيلكم يا سيدي دبكت. لا 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 مو صحيح الكلام، ما حدا شافك عم تدبك ابدا. هو بصراحة يا سيدي ما دبكت لانه كان ضهري عم يوجعني. ها كان ضهرك عم يوجعك بس ليكون ما عجبك الاحتفال. اعوذ بالله يا سيدي، معقول ما عجبني الاحتفال؟ كنت فرحان من جوات قلبي. لو كنت فرحان كنت عبرت عن فرحك مو هيك؟ اني لشوف كيف عبرت عن فرحتك بعرس الانتاج. سيدي كان قلبي مفرفح من جوا ما بعرف ليش، وضحكتي واصل أدني وعم بينتابني شعور بالفرح والسعادة لا يوصف يا سيدي. بس التقارير اللي عندي بتقول غير هيك. شو عم بتقول سيدي؟ انك كنت عابس كل فترة الاحتفال ووشك ما بيتفسر وعقدتك على جبينك جبرين وكنت عم تنفخ وتبربر. بقى اللي لشوف بشو كنت عم تبربر؟ لا لا انا ما عم بربر، بس انا كنت عم بتبادل التهاني انا والعمال والموظفين بهي المناسبه العظيمه. بعدين انا ضيفت لابو حمدي رئيس المراب نوجاي على فستو. حتى يا سيدي سالوه لابو حمدي انه انا ضيفته نوجاي ولا ما ضيفته، سالوه سيدي. يا ابو راغب بالمختصر انت كان لازم تتفاعل مع الاحتفال اكثر من هيك، كان لازم تنسى حالك وتقوم ترقص وتدبك وتهتف وتصفق. هتفت شي انت ولا ما هتفت؟ الله وكيلكم يا سيدي كان صوتي مبحوح. صوتك مبحوح؟ ماشي الحال بلا الهتاف، انت صفقت شي ولا ما صفقت؟ اوعك تقلي انه ايديك مفقفلين. صفقت يا سيدي صفقت بس مو كتير لحتى اسأله ابو حمدي. المفروض تصفق طيلة فترة الاحتفال يا اخي، ولا خفت على ايديك التهبو؟ انا يا سيدي اعوذ بالله. ولك يا حبيبي وزراء وزراء عم توقف على حيلها وعم تصفي، مسؤولين كبار عم يدبكوا، اصحاب مناصب رفيعه بهالبلد عم تهتف، الكل عم يشارك بالاحتفال وباعراس الجماهير مشاركه طوعيه ذاتيه من الكبير للصغير. بقى وين رايح انت بالعشاء؟ وين؟ ها سيدي انا لا تبرر يا ابو راغب، لا تبرر، ما بدي اسمع مبررات منك ابدا، لانه بصراحه موقفك ضعيف كثير وحجتك واهيه، واللي صار من قبلك بالاحتفال رح ينزل بسجلك نقطه سوداء وعلامه استفهام كبيره رح تنحط بادبارتك. بقى دير بالك عن حالك. هي عم فهمك، فهمت منيح ولا عدلك؟ فهمت فهمت سيدي فهمت مزبوط. ايه روح روح على شغلك قوام. الله وكيلك يا ام راغب سلخني بهدله من كعب الدست كله لاني ما دبكت بالاحتفال. الله يصلحك ويهديك انت التاني، كنت تدبك لك شوي يعني شو بتخسر؟ شو رح تنقص شقفه كمان؟ ولك هالشغلات ما بتقطع بمخي يا ام راغب، بعدين انا ما بعرف ادبك وعذري معي. لك انا لا اصلي لبناني ولا ابن ضياع، انا متربي بحاره شعبيه، والله وكيلك اذا دبكت بصير فرجه قدام الخلايق. بعدين تعي قال لي هلا واحد بهالكسم وهالكرش هاد يعني خرجه يرقص ويدبك؟ ولو كان يعني مو احسن ما تاكل بهدله ويحطوا عليك نقطه سوداء؟ ولك يا ام راغب فهميني انا بالعراس ما بدبك. لك ما بتتذكري عرس ابننا راغب كيف شحطوني شحط على حلقه الدبكه وانا متنح فرتك نيحه؟ الله وكيلك اربع خمس شباب صاروا يشدوني ولولا العيب الحياه لكنت راح اتضارب انا وياهم. لك ايه؟ لك تركوا العرس كله ودبوني الي وبدهم يرقصوني غصب عني، وانا وراسي والف سيف لا برقص ولا بدبوك. لكان ما عملت الا لبراسي ورجعت عدت محلي وما دبكت. صحيح، بس يوميتها ابو العروس زعل منك وكان رح يحرد ويمشي، لانه شو قال لحاله؟ قال طالما ابو راغب ما رضي يدبوك معناته مو رضي عن هالجوازه كلها. طبعا لانه عقله صغير. ولك يا ام راغب كل واحد بهالدنيا بيعبر عن فرحته بطريقته الخاصه، يعني مو شرط ادبك ورقص لورجي العالم اني فرحان ومبسوط. العمى على القصة، لك مو ناقصني إلا أدبك بعد العمر هاد، شو هالحكي هاد؟ هه هاد اللي كان ناقصني والله. أبو راغب أبو راغب. إيه سمعت آخر خبر؟ لا والله خير. الأستاذ نعيم استغنوا عن خدماته. شو هالحكي؟ لك مو على أساس ممدوح بيك بده يتواصل مع الوزير مشان يمدد له؟ سيدي هو هيك كانت النية، بس الظاهر فوق مو راضي يمين عنه. اخ سيدي قيمنا من سيرته خلصنا منه. ايام اللولو.
من وقف على طوله من شو دبك وغنى يا روحي ما مدت طوله اكل الخوارف والجان كله بعيد الانتان لقلق يا ربي شو لقلق قاموا حلقوله لا الله كبير كراسي طبعا